هطلت أمطار طوفانية في عدة ولايات من الوطن، وتسببت في خسائر كبيرة. ففي العاصمة الجزائرية تسببت في شل حركة السير وإغراق أحياء بعد تسرب المياه إلى المنازل. وفي ولاية بدنة، كانت الأمطار مصحوبة بكمية كبيرة من البرد، أدت إلى انهيار عدة مساكن في هذه المنطقة المعزولة والجبلية، إضافة إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية. وعرفت مدينة تبسة تعطل حركة المرور بأغلب الشوارع والطرقات الرئيسية، والتي تحولت إلى أودية، أين وصل ارتفاع الماء إلى قرابة المتر، حيث تمكنوا من إنقاذ ما لا يقل عن 27 عائلة داهمتها مياه الأمطار، وتعطل عدد من السيارات والمركبات التي لم تستطع الخروج من البرك والأوحال إلا بعد جرها من طرف عناصر الحماية المدنية. وفي ولاية قالما أدت إلى إغراق الحقول الزراعية، ما جعل عددا من الفلاحين يؤكدون أن هذه الأمطار قد تلحق بهم خسائر فادحة، وأنها قد تتسبب في إصابة منتجاتهم ببعض الأمراض الناتجة عن انتشار الفطريات. فشكرا لرجال الحماية المدنية الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الوطن.